لسه كنا قاعدين عم نحكي قد ايه مهم وجود حياه او وجود شخص لايف كوتش في حياه كل شخص. اهلا وسهلا. صباح الخير يا موزة. صباحك موزه. كنا بنتكلم من شويه زي ما قلت لك دعاء عن اللايف كوتشنج وحياه الشخص اللي هو مدرب الحياه زي ما بيقولوا عليه او مدرب التنميه الذاتيه. ليكم مسميات كثيره جدا، بس ذكرت من شويه انه ناس لسه ما عندهاش درايه باهميه اللايف كوتش واهميه حضور المحاضرات والندوات اللي بتنمي فعلا ذاتنا وبتنمي نفسنا. قد ايه احنا كبشر محتاجين ان احنا نستمع للاخرين ونكسب من خبراتهم. صح. صباح الورد. اهلا وسهلا. صباح النور. في البدايه احب اشكركم على استضافتي معاكم في البرنامج، وان شاء الله تكون حلقه ممتعه للجميع ومفيده في نفس الوقت ان شاء الله. شكرا. ايه تعليقك على الكلام اللي احنا قلناه؟ في البدايه احنا لازم نحدد ما هو مفهوم اللايف كوتشنج، لان دائما احنا لما نفسر المفهوم يسهل للشخص الاخر تلقي المعلومه بسهوله. صحيح. لان ممكن انا تعريفي لللايف كوتش يكون مختلف عن تعريفك لللايف كوتش. فما هو اللايف كوتش؟ ببساطه هي اداه او مدرب الحياه، هو شخص يساعدك على إيجاد الحلول الذاتية، إيجاد أجوبتك الخاصة التي تتماشى مع شخصيتك، مع حياتك، مع مكونات حياتك الخاصة فيك. فهو لا يعطيك حلول، ما يقدم لك حلول جاهزة أو ما يقدم لك إجابات. اللايف كوتشنج هو يعطيك أدوات تساعدك على تطوير حياتك وجعل حياتك أسهل. الإنسان يواجه الكثير من التحديات. صحيح. وخصوصا في حياتنا الحالية، المرأة العاملة أو حتى الطالب في الجامعة، حتى ربة البيت، الأم الجديدة، كل إنسان يواجه مشاكل في حياته. مشكلتنا أن إحنا ما نعرف نتعامل مع هذه المشاكل، أو عندنا دائما خوف من أن نطرح المشاكل، لأن إحنا دائما تعريف المشكلة معناها أنه ضعف. صح. أو ضعف في الشخصية. فالإنسان يبتدي يكون حائر في حياته، يبتدي يحاول أنه ممكن يبحث عن إجابات في خارج منطقته، عند أصدقائه، عند زملائه في العمل، وللأسف ممكن يلاقي النصيحة الخطأ او معلومات مغلوطه. صح, صح؟ للاسف انه في ناس فعلا كلامك صحيح موزة، انه احيانا بنشوف دعاء في ناس يعني ماخذين كفر انه والله اللايف كوتشنج اوكي طيب بعدين، بس بيجي بيعطينا معلومات خاطئه ممكن تودينا الى طرق مسدوده. صح. ونجمع بالفكره انه والله كلهم هيك. أيوة. للاسف. طيب نحن اذا بدي احكي معك موزة عن اللايف كوتش، انه قد ايه بيلعب على تاثير الضغط النفسي من ظروف الحياه، وقد ايه ممكن يغير مسارات بحياه الشخص هذا. اللايف كوتشنج جدا مهم. اذا الشخص عرف يختار الشخص اللي يقدر يساعده، اولا اللايف كوتش يقعد معاك مجرد من اي احكام، يعني انت تقعد معاه كشخص ينظر لك انك انت انسان لك تجربتك الانسانيه الخاصه فيك. فاول شيء يسوي اللايف كوتش مع العميل انك انت تشعره بالراحه، لان احنا دائما هاللي قلت لك يا اخي الكريم، يعني ان احنا دائما عندنا خوف من ان الشخص اللي انا اتكلم معاه يصدر علي يحكم علي. فالجميل في اللايف كوتش انه ما يعطيك هالايحاء، فيسمعك بتجرد. والأداة الأساسية اللي تساعد العميل في أنه يبتدي يواجه نفسه اللي هي حسن الاستماع. كل إنسان يحتاج أن شخص يسمعه. إحنا مشكلتنا ما نسمع، نتكلم. صح. أو نحاول نبرر، أو نحاول دائما يعني في القعدة كل واحد مين يتكلم أكثر، من أقوى رأيا. أيوة. فاللايف كوتش يعمل على تولز بسيطة، أولا عدم إصدار أي إحكام على العميل، ثاني شيء حسن الاستماع، أنا أسمعك بتجرد وأخليك ترتاح، توصل لمرحلة أنك أنت تبتدي تسمع صوتك الداخلي. في معلومة جدا بسيطة اللي هي كيف ممكن الإنسان يواجه التحديات والمشاكل في حياته. سبحان الله، الله خلق الإنسان هو عنده الرادار أو السيستم الخاص فيه اللي يعرف فيه الصح من الغلط. بس للأسف مع المعتقدات السلبية، مع التأثيرات الخارجية، مع التلفزيون، مع المسلسلات، الأشياء اللي يبتدي يسمعها الإنسان تبتدي مثل تسوي طبقة عليه. نعم. يبتدي يتوتر لما تواجه أي مشكلة أو يريد يتخذ قرار ما يعرف، فهو على طول أول وسيلة عنده يحاول أنه يلجأ للخارج،
يلجأ لصديقتي أو بلجأ، ويمكن هاي الصديقة ما تكون الشخص المؤهل اللي تعطيني نصيحة. فاللايف كوتش يهديك، يخليك تواجه مخاوفك، بيقعد معاك يقول لك شو هالمخاوف اللي انت تواجهها، فانت شوي شوي بتبتدي تسمع هالصوت، صوت المخاوف يقول لك اوكي كيف انا اقدر، كيف تقدر تحل هالمشكله. فانت لا ارادي تشوف العميل وهو قاعد يطلع الحلول، يعني انت بس مجرد حلوله موجوده، الحلول موجوده، حلوله موجوده، بس يمكن هو مش عم يعرف يوصل لها. الثقه في سماع هالصوت، للاسف احنا ما تعلمنا ان نؤمن في حدسنا الداخلي ونؤمن في هذا الصوت. تعلمنا دائما ان نكذب الصوت اللي هو يعطينا الثقه بالنفس، يعطينا حسن الظن بالاخرين، ونسمع لغيرنا اكثر وناخذ من نصايح غيرنا اكثر. خاصه كمان عارفه في نقطه مهمه كنت حابه انا اناقشها معاكم، قصه اللايف كوتش على عاتقه مسؤوليه كبيره جدا ومهمه صعبه، خاصه اذا بيغير مثلا ثوابت عادات او تقاليد مغلوطه في الشخص، او مثلا تربيه مغلوطه مع شخص معين. ده شيء صعب ان انا اكون متعوده طول عمري على شيء معين دعاء، وبعدين يجي شخص يكون عايز يغيره لي في يوم وليله، ابدا ليس بالعمل السهل. وده اللي بنشوفه مؤخرا موزع السوشيال ميديا امجد، كل ما هب ودب بيطلع يقول معلومات، واحنا المساكين. لا خليني اعقب على الكلمه السوشيال ميديا، ما هو للاسف يا منى راح يطلع لك بوجه الفيك. تعالي شوفي حياته الداخليه، راح تشوفي انه انسان هو لحاله مهموم وعنده مشاكل، مش عارف يحل ابسط مشكله عنده، بيروح بيطلع بالسوشيال ميديا بينظر على الناس. لازم تكون القيادي في حياتك، ولازم تكون، وبعد ما يخلص الفيديو بحط ايده على راسه بيقول يا الله امتى بس بدي اخلص كذب علي وعلى الناس. والدليل يا امجد انه في كثير ناس ادعوا انهم هم لايف كوتش، وبالاخر وجد حالات انتحار، هم نفسهم ما قادرين يتعاملوا مع مشاكلهم. ممكن اعقب على هاي النقطه؟ في نقطة مهمة تعقيبا على الكلام، ان بس اريد اوضح نقطة مهمة، ان هي اللايف كوتش في النهاية ترى هو بعد انسان. صح. فيعني انا كلايف كوتش تواجهني اكيد كل يوم مشاكل، تواجهني تحديات، ما بقول مشاكل، انا صرت يعني يمكن بدرجة الوعي اللي وصلت فيها ما صرت انظر لها كمشاكل، انظر لها كتحديات. ولما تغير، تبتدي تغير المسميات في حياتك، تبتدي تنظر للامور بطريقة اخرى. صحيح. فانا كلايف كوتش تواجهني تحديات يومية، تحديات اني انا مثلا غيرت مسار عملي تماما، تبتدي تتخذ قرارات مصيرية. ف كيف تقنع الشخص يجي عند موزة وما يجي مثلا عند مريم كلايف كوتش؟ حلو ان انا كسوشيال ميديا استخدمها كأداة ابين للناس اني انا في نهاية ترى يا جماعة انا مثلكم، اعاني، ما انظر لهم بنظرة فوقية اني انا لايف كوتش وانا اللي فاهمة وانتم اللي ما تفهمون. ما هي دي النقطة اللي بيقعوا فيها موزة. أيوة. انه احنا بنشوف ان انت تم تعالج نفسك الاول. أيوة. تعالى فهاي انا هاي اللي اريد اوضح لك يا ان انا كيف نوعي الناس في اختيار اللايف كوتش اللي ممكن يناسب شخصيتهم. اولا ما ننغر باللي نسمعه، حاول انك انت تبحث عن هذا الشخص، تشوفوا كيف يتصرف. انا مثلا استخدم السوشيال ميديا في اني انا اعرض موزة بتجرد، اليوم انا واجهت تحدي، اكتب هذا التحدي وكيف واجهته، قريت كتاب معين ساعدني في اني انا احل يعني معضله كانت عندي. نعم. واكتب احط عن هذا الكتاب، رحت دوره ثقفت نفسي، مش غلط اني انا اقولهم ترى انا لين الحين قاعد اتعلم، انا مثلكم يعني. فهني تبتدي تنبني علاقه ثقه مع الاشخاص، وتبتدي انت بدون ما تشعر تاثر على ناس يعني بالمئات بدون أنت ما تشعر، لأنك أنت صادق في طرح المعلومة. أنا دخلت مجال اللايف كوتشينج مش عشان وسيلة ربح سريعة، أو أني أنا أضحك على يعني إحنا ناس، يعني أنا عندي مسؤولية، فهمتي؟ فاللايف كوتش أنت لازم تشوف مين هذا الشخص اللي أنت بتروح تعرض له حياتك بتجرد، يعني انت مزيز. تكشف اوراقك، وهاي احنا شيء مش متعودين عليه في ثقافتنا. Exactly. مش متعودين ان احنا نبين الجانب الضعيف في شخصيتنا. فهذا الجميل ان الانسان قبل، يعني بعض الاحيان يجيك شخص انه اوكي انا بروح اجرب لايف كوتش، اصلا انت هل عندك رغبه في التغيير؟ ولا انت بس مجرد ترند، تعرفين لان هي صايره موضه الحين. ايوه ايوه. انا عندي لايف كوتش
اوكي هل انت اصلا تريد تتغير للاسف ولا؟ ثقافه انا نحن بنسميها هي ثقافه القطيع. والله اكلوا مثل تاكل مثل ما اكلوا الناس، بعمل مثل ما عملوا الناس، بس بلبس مثل ما لبسوا الناس. للاسف لا تفكير ولا ابداع ولا طموح. بس للاسف بس امجد يمكن بتحسوا هلا كنا قاعدين نحكي قد ايه يمكن هلا صار ترند، يمكن بس قبل وجود اللايف كوتش كان في شيء اسمه دكتور نفساني او دكتور نفسي، يمكن كانت الناس تلجا له. هلا بوجود اللايف كوتش شو اللي تغير؟ شو اللي بيفرق بين اللايف كوتش والطبيب النفسي؟ هلا الواحد لما يعاني من مشكله، فلنفترض عنده مشكله معينه ومو قادر يصارح فيها اللي حواليه، كيف يختار يروح لطبيب نفسي ام لللايف كوتش؟ سؤال جدا جميل. في فرق شاسع بين المعالج النفسي وبين اللايف كوتش. المعالج النفسي أنا أروح عندي مشكلة يعطيني حل، المعالج النفسي ملزوم عليه يعطيك حلول، يعطيك صح. خطوات معينة ممكن بشكل طبي كمان ممكن، أيوة يعني حتى ممكن أنه يوجهك للعلاج الطبي اللي هو بالأدوية. اللايف كوتش لا يقدم حلول، اللايف كوتش ممكن يشعر أن أنت عندك مثلا عقدة من الطفولة وهي اللي مسببت لك كل هالمخاوف اللي أنت قاعد تتكلم عنها، فهو يوجهك. يعني أنت تروح عند لايف كوتش لما تريد تتخذ قرار ومش عارف كيف تتخذ قرار، صحيح. عندك وايد مخاوف ومش عارف أنت كيف تتعامل مع هالمخاوف، تروح عند لايف كوتش. مثلاً عندك تريد تحدد أهدافك في الحياة، تحس أنك أنت أنا أوكي قاعد أنجز وأنا شاطرة في المدرسة بس ما عندي أهداف، أحس أني أنا ضايعة، ما عندي توجه أحياناً. أيوة يعطيك توجهات معينة، مثل ما قلنا يخليك تواجه مخاوفك، يعطيك أدوات أنت تستخدمها. ممكن تروح أنت جلسة أو جلستين أو ثلاث جلسات بالكثير مع اللايف كوتش، وبعدين هو يعطيك أدوات تقدر أنت تستخدمها بعيد عن أي مساعدة. عارفة موزة كنت بحضر محاضرة قريباً أستاذ محمد مصطفى، قال مثال عجبني جداً، قال كون أنت رادار نفسك، إذا عملت شيء غلط خالف نفسك خدها مخالفة، والله أنا كذبت على فلان أو أنا كلمت فلان بشكل وحش وبعدين عاقبها، وإذا عملت حاجة كويسة كافئ نفسك ودي نفسك جايزة. هنا أنت بتقدر تعمل بالانس لأن أنت إنسان. فساعتها اقتنعت بكلامه والنقطة أنه مش هيبقى أبدا أن أنا أغلط، بل بالعكس واحدة واحدة بتحسن. الطفل ما بيمشيش مرة واحدة، صح. بيفضل يزحف ويحبي وبعدين بيمشي. إيه رأيك؟ أنا وايد أتفق مع هالكلام، وأريد ألخص لك إياه. للأسف يعني يمكن إحنا من الجيل اللي قبل شوية ما تعلمنا نفهم ديننا صح. ليش الناس بدأت تلجأ لهذه الحلول؟ لأن ما تعلمنا إن إحنا مثل ما قلتي إن إحنا عندنا كل الأجوبة أو عندنا كل الأدوات اللي ممكن تساعدني إني أنا أنهض بحياتي. يعني أنا لما قريت هالآية في القرآن بمفهوم ووعي جديد تلخص كل الكلام اللي قلتيه، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ونقطة واضحة. نفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها، يعني هو الله ألهمك أنك أنت تعرف الخير وتعرف الشر، الصح والغلط، والصح والغلط أكيد. فأنت قد أفلح من زكاها، التزكية شيء يعني التزكية اللي هي التغيير الإيجابي أكيد. والتطوير تزكية النفس وتزكية النفس أكيد. بس موزة بدي أضحكك شوية في على سبيل الذكر من اللايف كوتش أو الناس المدربين الحياة هدول، في يعني نوع معين أنا صراحة شفته، وأنا بما أنه بشتغل بالإعلام وكلنا بنشتغل بالإعلام فأكيد مطلعين على أسلوبهم طريقة حوارهم، وخاصة هدول اللي بالسوشيال ميديا. فأنه تخيلي انا وين ضحكت لدرس دموع. فالشخصيه هاي طبعا ماسكه مثل الفيديو هيك، ايوه، انه تقديم نصائح وارشادات ولازم كذا وكون دائما بالقياده ولازم تكون تعتبر نفسك فوق، هذا الكلام جميل. فوصلت عند مرحله العقوبه، بما انه احيانا منا بتحكي عن العقوبه كيف ممكن تعاقب وتعطي مخالفه، فبتحكي هي انه اذا بدك تعاقب نفسك اشرب مي بارده. انا اشرب مي بارده، فيعني هذا اشرب مي بارده. انا قلت يا الله لو تعرفي قديش بشرب مي بارده انا في حياتي. دي المعلومات المغلوطه اللي كنت بقول لك عليها من شويه. خلينا حتى انا على نقطه العقاب وايد، يعني انا يعني بما ان شاء الله ان يعني هاللقاء يعني يوصل لاكبر شريحه ممكنه،
حتى موضوع العقاب الإنسان لازم يكون يعني طيب مع نفسه تاخذها باللين حتى العقاب لما تتعاقبها هو يعني حتى الولد الصغير لما أنت تعاقبه هل تضربه؟ لا مو تضربه المفروض هي مجرد معاتبة أنا ما بقبل إنه مثلا أعاقب نفسي فأنا هذا هو غالي علي. إحنا دائما هاي للأسف يعني جلد الذات تأنيب الضمير يعني إحنا عشنا بهالمظاهر اللي خلتنا نرجع ودائما نخاف دائما حتى نخاف نبدي وجهة نظرنا خوفا من أني أنا أقول شيء غلط أو أنه يمكن أوكي وحتى لو أنا قلت شيء غلط يعني مزلوط. ممكن في مجال للنقاش بس موزة كلامك يعني كله بجنن وبصراحة يعني عن جد ياريت في دائما حدا لايف كوتش بعيلة كل شخص لحتى يقدر يفهم أو يوعي الناس ويوعي العالم قديه مهم وجود شخص مثل صح. هذا يساعدنا في إيجاد بس الطريق اللي نسلكه لحتى نقدر نتغلب على التحديات زي ما قلتي ما حنقول مشاكل نورتينا وشرفتينا وكثير انبسطنا وعن جد تمنينا إنه ما تخلص هاي أولتينا بس رح نطلع بريك ومن بعدها شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا.